إذا مشاهدي شوف تي في، صباح الخير عليكم. كنحييكم بطبيعة الحال، ونحن في اليوم 18 من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان بطبيعة الحال. كذلك كما كتعرفوا إخوان الأخوات باللي اليوم 18 اليوم من هذا الشهر الفضيل، يعني راه 18 اليوم راها ماشي سهلة بهذا المعنى هذا. غادي نقولوا 18 اليوم ديال الصيام، ديال التواب، ديال المغفرة. اللهم تقبل من الجميع، تقبل جميع المغاربة وطبيعة الحال، ويحفظ بلادنا ويحفظكم. إذا جولة صباحية هنا في أشهر شوارع المدينة، مدينة بجدة بطبيعة الحال، عاصمة الشرق، مدينة الزوينة، مدينة اللي ولادها كيسميوهم ولاد ما، لأن زوج هذا كيخدموا على برا، سواء اللي يخدموا أعمال حرة ولا شركات ولا هذي، يعني الأغلبية فيهم كيبغوا يرجعوا لبجدة. وسبحان الله حتى الناس اللي ماشي ولاد المدينة كيجيو يخدموا هنايا ولا يتوظفوا، راه ما كيسخاوش في هذه المدينة هذه. سبحان الله، مدينة ولافة كتخلي الناس لا الجو ديالها ولا الناس ديالها ولا الكالم ديالها ولا الهدوء ديالها ولا صراحة. كما كتشوفوا معنا هنا في أشهر شوارع المدينة، هذا المدخل الرئيسي ديال مدينة بجدة، ديال حي كولوش وفي لاشطو طبيعة الحال، مدخل تاع المدينة تسمى شارع مولاي الحسن، أمير مولاي الحسن طبيعة الحال. كما كتشوفوا هذا المعهد ديال الموسيقى كاين مدينة بجدة، معهد جميل فيه أطر جميلة من أبناء مدينة بجدة اللي كانوا تلاميذ أصبحوا أساتذة بطبيعة الحال. وأطر هنايا في هذا المعهد هذا اللي كيخرج مجموعة ديال الناس اللي تبارك الله، ديال الفنانة طبيعة الحال. كنشوفو معنا هذه الأجواء الصباحية بطبيعة الحال. أجواء جميلة صراحة، كتعجبني هاد الأجواء في الصباح. اليوم ما كانش البرد بزاف، أظن أن اليوم سيكون ساخر. ممكن نشوف القضية خاوية لنا اليوم الحد، الناس ما خداماش، أغلبية راهم كيصبحوا ناعسين طبيعة الحال، الناس بغيتها تاع، خصوصا في رمضان كما كتعرفوا الناس ما كانتش بزاف التقلبات ديال اليوم بهذا المعنى هذا. يعني هذه الاجواء مدينة بجدة، كنحاول نقربكم دائما منها، انها عاصمة الشرق طبعا. هذه الأجواء الصباحية من عاصمة
الشرق. مامو رايان تبارك الله عليك اختي، صباح الخير عليكم كاملين. هو ضروري ندير بكم هذه الجوله الصباحيه، راني عارف الناس دابا عاد كينعسوا، بزاف اللي كينعسوا حتى لدابا، ولكن ما عندنا ما ندير. نسمحوا لكم الاجواء هنا. نجي نتوجدوا